الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وأعمالكم جميعا، وأعزيكم بذكرى استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع علي بن أبي طالب بحق هذا الشهر الفضيل. مرحبا بكم وحلقة أخرى من برنامج مفردات قرآنية. اخترنا لكم في هذه الحلقة مجموعة من المفردات القرآنية الواقعة في سورة النحل وسورة الإسراء، سنكون معكم في بيانها وتفسيرها بعد الفاصل، تابعونا. هذه المفردات في سورة النحل الآية 102. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نزله روح القدس. مفردة روح القدس تعني جبرائيل عليه السلام. وفي سورة النحل أيضا الآية 106. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. مفردة شرح بالكفر صدرا، شرح أي اعتقده وطاب به، أي رضى بالكفر ووعاه. مفردة أخرى في سورة النحل أيضا الآية 120. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. مفردة أمة، وذلك لأنه كان على دين لم يكن عليه أحد غيره، أو لأنه كان مؤتما به. أما مفردة حنيفة تعني مائلا إلى الدين القيم. مجموعة من المفردات القرآنية في سورة الإسراء سنكون معكم في بيانها. المفردة الأولى في الآية 5 من سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. مفردة أولاهما تعني وعد عقاب أولى المرتين، أي وعد الإفساد الأول كما في الآية السابقة، لتفسدن في الأرض مرتين. فجاسوا تعني ترددوا عليكم يطلبونكم. خلال الديار تعني وسطها، أي وسط الديار. الآية 7 من سورة الإسراء أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. مفردة وليتبروا تعني ليهلكوا. مفردة أخرى في الآية 8 من سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. مفردة حصيرا تعني سجنا ومحبسا. سورة الإسراء الآية 13. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. مفردة الطائرة تعني عمله من خير وشر وما قدر له. الآية 18 من سورة الإسراء أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مفردة مذمومة تعني مذلولة، ومفردة مدحورة تعني مبعدا أو مطرود من رحمة الله. الآية 25 في سورة الإسراء أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. مفردة الأوابين تعني التوابين عن التقصير الصادر منهم بحق الوالدين، لأن هذه الآية متصلة بما قبلها، أي الآية 24 التي تتحدث عن عدم أذية الوالدين والرحمة بهما. في سورة الإسراء أيضا الآية 29. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. مغلولة إلى عنقك تعني لا تقبضها عن الإنفاق كل القبض، وبسط اليد كل البسط كناية عن إنفاق الإنسان كل ما يملك. وسياق الآية تتحدث عن عدم البخل الشديد
والإسراف الشديد والتبذير، لأن النتيجة لهاتين الصفتين الندم والملامة. في سورة الإسراء أيضا الآية 31، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، مفردة إملاق تعني مخافة الفقر والجوع. لازلنا في سورة الإسراء الآية 36، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقف ما ليس لك به علم، مفردة تقف ما ليس لك به علم تعني لا تتبع ما لا علم لك به. لازلنا في سورة الإسراء الآية 41، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. صرفنا أي كررنا الدلائل وفصلنا العبر في هذا القرآن. الآية 46 في سورة الإسراء أيضا، بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، مفردة أكنة تعني أغطية ومفردة وقرا تعني الثقل في السمع. في سورة الإسراء أيضا الآية 51، بسم الله الرحمن الرحيم: فسينغضون إليك رؤوسهم، مفردة فسينغضون تعني يحركون نحوك رؤوسهم تعجبا واستهزاء. في سورة الإسراء أيضا الآية 62، بسم الله الرحمن الرحيم: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، مفردة لأحتنكن تعني لأستأصلنهم بالإغواء. وفي سورة الإسراء أيضا الآية 64، بسم الله الرحمن الرحيم: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، مفردة ورجلك اسم جمع للراجل أي اجمع عليهم كيدك وأعوانك. لازلنا في سورة الإسراء الآية 66، بسم الله الرحمن الرحيم: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، مفردة يزجي تعني يجريها أي يجري الفلك في البحر، مفردة يزجي تعني يجريها أي يجري السفن في البحر. مفردة أخرى في سورة الإسراء الآية 68، بسم الله الرحمن الرحيم: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، مفردة حاصبة هنا تعني ريحا ترميكم بالحصى أو هي الريح المهلكة. المفردات الأخيرة في سورة الإسراء الآية 69، بسم الله الرحمن الرحيم: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا، مفردة قاصفا تعني كاسرا شديدا. ومفردة أخرى في هذه الآية: قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، مفردة تبيعا هنا تعني لا يأتي تابعا مطالبا بثأركم أو دافعا عنكم. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، انتظرونا حلقات أخرى ومفردات أخرى من القرآن الكريم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.